هذول انت عم تطلع عليهم عاملين سكارسس سكارسس الله شعري عم معقولات ومدوات في شهريه ولبس من العالم عم بيطلعوا كمان جيوب بيسكنوا ببيوت ايش بدنا احسن من هيك بس عم تطلع عليهم هذول الناس عم تطلع عليهم لازم انت ما بتطلع على هيك ناس لا يعني ما بتعرف انت 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 متاكد انه المعونات عم تصلهم كامله؟ ايه متاكد انا متاكد انه الرواتب عم ياخذوها كامله؟ لك متاكد مثل ما اللي شايفك حبيبي، يعني معقول دولة ما تعطي رواتب هدول؟ لا اله الا الله، لك يا حبيبي، لك يا عيوني، يا روحي، يعني انت ما بتعرف شو عم يصير، وما بتعرف شو هن اللي عايشين الحياة هن اللي عايشينها، احلى عيشة انت عم تقول شو حياة هن اللي عايشينها يا زلمة، شبك يا رجل؟ لك هدول عايشين أحسن مننا حبيبي، لك عايشين أحسن مننا صلي على النبي يا رجل الله ما صلي على النبي امه احكي لي شو يا عمو انت في كثير حكي مبين بقلبك احكي لي تفضلي لي يا عمو اي والله يا عمو والله نحن يا عمو المعونه ما عم توصلنا كلياتنا ركزي بالكندره وليك ما عم توصل لهم قال يخرب بيت قلبك شو تكذبي لك يا اخي انت صلي على النبي خلص اسكت انت ولو خلينا انا اعرف احكي معه ماشي انا ماشي قبلك نحن يا سلمي ناقصنا حبل طيب يا عمو المعونات العالم عم تبعتك والمساعدات في كثير عم تجي من دول برا وفي كثير عالم عم تبعت مساعدات هذا غير الناس المشاهير ولا التانيين كل اللي عم يساعدوا الناس هدول كلنا وين هدول المساعدات وين عم يروحوا هدول والله يا عمو ما وصلنا من الجمل إدنا ايوه يعني في كتير ناس ما عم توصل المعونات حسبينا الله ونعم الوكيل عم تشاركوا لقمة الفقير لك لقمة الفقير اللي بدي ياكله عم تشاركوا فيه عم تاخذوا من تمه عم تحطوه في تمكن لك شو هالناس هي والله العظيم الناس من دون رحمة والله بدون رحمة صرنا بآخر زمن ما بقى حدا يرحم حدا كله بس اللهم نفسي طيب يا عمو
طيب يا عمو. انا لو فيني اقدر ساعد اكثر من عيله او عيلتين لكنت ساعدت. انت اهلك وين يا عمو؟ بالمخيم يا عمو. طيب يا عمو، انت واهلك من هون وراي كل شي بتحتاجوه عندي. قومي معي يا عمو، قومي خلينا نروح لعند اهلك. شكرا على الدعاء الحلو. اعطيني بوسه. قومي خلينا نروح يا عمو. خلينا نروح ونتعرف على اهلك وبعدها نروح نشتري لك شوية لبس. مشي يا عمو تعي. هلا وصلنا لنهاية الفيديو. لكل شخص شاف هذا الفيديو وحاول يساعد جزء بسيط من مصراته أو من ماله، ما بيضل ولا إنسان فقير بالبلد. وبتعرفوا إيد واحدة ما بتسفق، لازم كلياتنا نكون إيد واحدة.